في سلم الأولويات الأمريكية برأيك اليوم أين يقع السودان؟ ونحن نعرف أن هناك اليوم حرب دائرة في أوكرانيا، هناك ملفات عديدة، الصين، تايوان وما إلى ذلك، ملفات الطاقة، وبالتالي إلى أي مدى اليوم أمريكا معنية أو الولايات المتحدة معنية بإيجاد حل هذه الأزمة؟ هو السودان يعني بيفرض نفسه على أولويات الآخرين بموقعه الجغرافي المتميز الذي تعرفونه، بموارده الكثيرة في كل المجالات الحية والحيوية والمعروفة للجميع، بالدور الإيجابي والبناء الذي يعني يلعبه وظل يلعبه السودان في إطار الإقليم، في محيط الإقليم الإقليمي وفي داخل الاتحاد الأفريقي وفي جامعة الدول العربية. هذه المعطيات هي التي تفرض وجود السودان على خريطة الآخرين، على اهتمامات الآخرين، ثم بعد ذلك وربما هذه النقطة سعادة السفير قد تكون سلاح ذو حدين، يعني الموقع الاستراتيجي ما يملكه السودان من ثروات وموارد يجعله ربما مطمع لبعض القوى أو للمصالح الدولية. هل نتوقع أن يشتد التنافس الدولي بين القوى العظمى على أرض السودان، أو نشهد حرب الوكالة في السودان؟ نحن لا نتمنى ذلك ولا ندعو لذلك، وإنما ندعو للتعاون البناء والمصالح المشتركة. يعني هذه الموارد الموجودة في السودان، يعني نحن نتشاركها مع الآخرين بالتعاون بالاستثمار وبالمصالح المشتركة، ولكن السودان ليس في وارد أو هو في يعرف نفسه ليتنافس عليه الآخرون. نحن نقول السودان منفتح للتعاون مع كل من يحس بأنه هنالك مصلحة مشتركة مع السودان، نقدر مصالح الآخرين ونتوقع من الآخرين أن يقدروا مصالحنا، وبالتعاون تتحقق المصلحة المشتركة لنا ولغيرنا في العالم.